خمزنة بالعالم، أطيب قالب. بعتبره مثل خيي الكبير، يعني عن جد نصايحه وكيف بضلوا هيك بالباكستيج حد ولع شرقت. بلشت على البطيء حتى تاخذ على البرنامج، بلشت مثل الزلحفة إذا بدي شبك. بارك يا رب حصادنا ومواسمنا وعيادنا. أنا مبسوط إنه ما واحد بلش بالعكس يكون عالي بعدين بيطمن باله، أنا ما كنت طمن بالي على طول الجوري يقولوا لي أول حلقة اثنين حضر جاهز إن كان في رقصة. منيح عنده انه بيشتغل كثير ومثابر وبياخذ كل شيء بجديه، بغض النظر اذا اوقات بفشل، اذا ما بقوله مظبوط، اذا بس انه كثير بحضر وكثير بحس. بده يوصل، بده يعطي، تشوفه انه عم يعطي كل قوته حتى يكون حاضر. وصلت لهون، لهون يلي محل الحلو يلي انا فيه. من كل النواحي الإيماج كلها ركبت، يعني توني حدا ملتزم بيعمل مجهود طاقة إيجابية. طب لو رقص كتير كان حلو مثلاً مع مايا، أغاني كل مرة بحس حالي بطريقة شيء مع رامي عياش، يا مسهر عيني كمان كنت عم غنيها هيك بكتير إذا بدك من الريحة شرقت دايما على طول أو أكيد اليد. أوه هلا أنا 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 البارود بدي أخبركم إنه يعني أغلبية الوقت لما بلشتوا تضحكوا برجع ولد صغير، يعني تشوفوني بالأوضة لحالي ولد صغير كيف عم برقص لحالي وهز وأعمل وأتمرن برر ولا برر، يا برج راسي يا دماغي هول التمرين بده يكونوا مع حدا بيعلم صوت، يعني بصير أعملهم إنه أنا عم بحضر حالي بقى بدي فوت، بعدين بصير فتش على شيء هيك إنه بركي في شيء يعمل لي إنرجي بالأوضة يلي بكون فيها، مش معقول بفتح الباب وبطلع أكيد بالطريقة يلي أنا طبيعية فيها بس جوا ولد. هيدا من البرامج ومن الخبرات اللي مرقت بحياتي كثير حلوه، وانا كثير راضي وانا كثير مبسوط، بقول له ثانك يو على هالفرصه اللي اعطيتوني اياها. بقول له لتوني بارود انه انا كثير بحبه وانبسطت كثير انه تعرفت عليه اكثر بهيدا البروجرام. انا ما كنت مره مع حدا كثير هالقدر رفقه بسرعه مثل هيدا الزلمه. لاف يو توني.